انطلاقاً من مبادئ وأهداف الجمعية الأردنية لرياضة الصيد في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والسمكية، نظمت الجمعية نشاطاً تطوعياً لتجميل منظر سد الموجب الذي يرتاده العديد من المتنزهين والسواح. احنا صيادين ملتزمين نقوم من نشاطاتنا بعملية اكثار طيور الشنار والحجل، نهتم بزراعة الاسماك في المسطحات المائية اللي ما فيها اسماك، وبالمحافظة على المناطق اللي فيها ثروات سمكية. جينا هون على سد الموجب لانه هذا السد يعني هو من انظف سدود المملكة ومن اكبرها، وفيه ثروة سمكية رائعة وهو متنفس للناس، فاحنا عم بنحاول نخليه اجمل ونحاول نوعي الناس لعملية النظافة، لعملية المحافظة على نظافة المية ونظافة البيئة الموجودة هي في المنطقة هون، لانه هذه عبارة عن ثروة، فعلا ثروة للاردن. استطاعت الجمعية منذ تأسيسها تحقيق العديد من أهدافها على أرض الواقع بما يحافظ على سلامة البيئة، وقد تضمنت مشاركة الجمعية بتجميل سد الموجب من خلال دهن جسر السد ووضع سلات مهملات ولافتات إرشادية وتوعوية. هذا النشاط هو ثمرة التعاون بين سلطة وادي الأردن والقطاع الخاص وخصوصا الجمعية الأردنية لرياضة السمك. في الواقع منذ أكثر من سنتين بدأت هذه الجمعية بنشاطات مختلفة في هذه المنطقة، والهدف منها تنظيم عملية الصيد والمحافظة على الثروة السمكية والمحافظة على المواطنين أيضا، لأنه بتعرضوا في كثير من الأحيان لحالات من الغرق وبتصير كوارث اجتماعية من وراء هذا الموضوع، وتهدف أيضا إلى المحافظة على البيئة والمحافظة على نوعية المياه. وتسعى الجمعية الأردنية لرياضة الصيد إلى المحافظة على الثروة المائية وتوعية الصيادين بعدم استعمال الشبك المد والطرق السلبية في صيد الأسماك والتي تؤثر على تكاثره الطبيعي. وفي المقابل تشجع الجمعية على صيد السمك بالصنارة كونها رياضة معترف بها عالمياً ولا تشكل خطراً على الثروة السمكية. ألا أبو حمدة، رؤيا.